السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة موضوعنا الشخصية الرومانسية. إيه هي الشخصية الملكة الرومانسية؟ هو الرومانسية. شخص بيكون عنده وجهة نظر مثالية تجاه الحب، أو إنه بيتصرف بطريقة تقليدية متوددة إلى شخص ما. وإحنا ممكن نلاقي الشخص الرومانسي بيبكي في بعض المواقف اللي ما يكونش ناس تانية شايفاها تستدعي البكاء. فالأشخاص الرومانسيين هم أشخاص متحمسين جدا، ممكن يضحك أو يحزن في مواقف بعض الشخصيات التانية مش شايفة إن المواقف دي تستدعي اللي بيعمله الشخص الرومانسي. يعني هو ممكن يشوف شخص بيتألم، بس إحساسه هو بألم الشخص ده بيكون مبالغ فيه. فدايما الشخص الرومانسي بيعبر عن حبه وتفانيه للشخص اللي بيقصده. دايما معاني وأفعاله تعبر عن عاطفة، حتى لو كانت الأفعال اللي بيعملها صغيرة، دايما تعبر عن مودة. أنواع الشخصية الرومانسية: الشخصية الرومانسية الحنونة دايما على استعداد إنه يبدي حبه لأي موضوع بشكل منتظم، ممكن يقدمها من خلال عروض صغيرة من الحب والمودة على انت شكل حلوة، خدمات او كلمات انت تؤكد خسة، حبه ومودته. زي انت مثلا ممكن احلى تلاقي واحدة في زوج العالم. ممكن كل يوم الصبح يحضر فنجان قهوة او فنجان شاي لزوجته، او انه ممكن يمسك ايديها بشكل يعبر عن هذه المودة. تاني نوع من الشخصيات الرومانسية وهو الشخصية الرومانسية الوقور، وهذا النوع من الشخصية بيحاول يفكر في الشيء اللي بيحتاجه الطرف التاني. يعني هو مش بيعبر عمال على بطال، لا، هو بيفكر بشيء مدروس اللي ممكن يحتاجه الطرف التاني، فممكن يشوف الشيء اللي هو بيفكر فيه ويقدمه له كهدية، وبالتالي بيؤثر فيه أثر طويل المدى، أثر يثير إعجابه. ثالث نوع: الرومانسي المخلص. الشخص الرومانسي المخلص مش بيقدم بس هدية بعد التفكير طبعا للطرف التاني، لا، هو ممكن يقدم مع الهدية زي رسالة عليها كلمات حب أو ذكريات قديمة للطرفين مع بعض، وبالتالي بيكون لها أثر قوي جدا وطويل طويل المدى، أكبر من النوع اللي قبليه. أما رابع نوع من الشخصيات الرومانسية فالشخص الرومانسي الموحي، يعني هو دايما بيحاول بأفعاله يوحي بشيء كبير جدا جدا من الحب. زي زمان كان ممكن الفرسان يضحي بحياته عشان واحدة بيحبها، أو إن واحد يسافر مسافة كبيرة جدا عشان يشوف حبيبته، أو إن واحد قدام ناس كتير، جمهور من الناس، يطلب عرض جواز من واحدة. أما خامس نوع فهو الشخص الرومانسي العاطفي، وهو حساس. دايما ما يميل إنه يبالغ جدا في تعبيراته عن الحب والرومانسية. يعني ممكن يقول لحبيبته يا رفيقة الروح، أو إن القدر هو سبب جمعهم مع بعض. احنا كتب علينا حاجات كتير قوي. وايه ايه أو إن إحنا هنفضل مع بعض حتى بعد الموت، دي سلام طبعا مبالغة قولا من شديدة. رب النوع الخامس من رحيم. الشخصية الرومانسية هي شخصية رومانسية واقعية. هو شايف إن التعبير بالكلمات أثرها مش كبير، ولكن إن اللي ممكن يكون له أثر كبير إنه يعمل شيء واقعي، زي إنهم يسافروا مع بعض رحلة، أو إنه يجيب هدايا قيمة، فده بيكون لها أثر أكبر، فده الشخص الواقعي. النوع السابع والأخير من الشخصيات الرومانسية وهي الشخصية الرومانسية الثابتة. يعني إيه؟ يعني هذا الشخص ثابت في رومانسيته طول حياته، طول السنة، مش في موقف واحد من الحياة، يعني مش في عيد ميلاد أو عيد زواج يبدأ يقدم هدية بس، لا، هو طول السنة بيعبر عن الحب، طول السنة بيفاجئ شريكه. طيب السؤال المهم: هل أنا شخص رومانسي؟ الشخص الرومانسي دايما بيحس إن حياته بتفتقد شيء ما، أنت مش عارف إيه هو الشيء ده وإزاي ألاقيه، أو إيه الطريقة، أو هو فين. أنت دايما شغوف ودايما صادق، صادق في مشاعرك مع الآخرين ومع نفسك طبعا، وعايز الدنيا تبقى مثالية، وعايز تنجز في شغلك، عايز تخدم الناس، عايز الناس التانيين يبقوا زيك في نفس الفكر ده، شايف إن بكده هيكون العالم أحسن ومكان أفضل إنك تعيش فيه والناس معاك، يبقى انت كده شخص رومانسي. طب ازاي اكون شخص رومانسي؟ عن طريق خطوات. اول هذه الخطوات انك لازم تعبر عن مشاعرك اللي بتحبه، ممكن تكتب رسالة تعبر فيها عن حبك، ممكن تدون اي شيء مهم للشخص اللي بتحبه في ورقة وبعد كده تعبر له عنه بعدين، او تفكره بيها، او تجيب له هدية تعبر عنه. لازم تحرص دائما على كلمات زي صباح الخير، تصبح على خير، مع السلامة، تبوس راس زوجتك وانت رايح الشغل او جاي من الشغل، ممكن بعد ما تخرج الخروجة كانت حلوة جدا خصوصا كذا وكذا، ممكن تسجل مواعيدك والذكريات الكويسة، ممكن تسأل الطرف التاني هو بيحب ايه وتنفذه له. لازم تكون فاكر التواريخ المهمة، طبعا تاريخ عيد ميلادها، عيد جوازكو، عشان لو نسيته هتبقى ليلة سودة. ممكن برضو تفاجئ زوجتك بوجبة فطار، كوباية شاي، طبعا ممكن تمسك ايديها، هيطول في الشغل تعملي له اكل. اتفضل. متشكر قوي، ماليش نفس. ما تكسفنيش قدام الموظفين. يا فندم انا متشكر قوي، اصل متعود اكل مع مراتي في البيت. ممكن
تتفرجوا على افلام رومانسيه مع بعض؟ طبعا لو واحد من الطرفين مسافر لازم يبقى فيه مكالمات مستمره او رسائل نصيه. لو خارجين مع بعض وحسيت ان في شيء عاجبها او العكس شيء عاجبه من غير ما يعبر عنه، لو اشتريته هيكون له اثر كبير. ابدا دايما انت بالمحادثه. طبعا لما واحد من الطرفين يتكلم لازم التاني يستمع له كويس. ممكن يشتركوا في عمل شيء مع بعض زي وجبه معينه، اكل، غدا. دايما حاول تسترجع الذكريات اللي فاتت ليكوا مع بعض. اما ازاي اتعامل مع شخصيه رومانسيه؟ اول حاجه لازم تسنده، عمرك ما تبتعد عنه. بيكون في حساسيه شديده وحزن لما احد الطرفين بيسيب التاني، التاني طبعا مقصود بيه الشخص الرومانسي، لانه ممكن يكون احتياجه مرتبط بيه. طبعا لازم نتجنب ان احنا نهزر معاه او نسخر منه امام الاخرين، انه هيحس بخجل شديد. في بعض انواع المزح وياخدها بجديه ويحس بالذنب. طبعا السؤال اللي بيحصل كتير لاي زوجه مصريه لما يسال زوجته مالك، تقول له لو بتحبيني كنت عرفت لوحدك، يا تقولي يا بلاش الكلمة، لأنه ممكن يحس بذنب، يحس بشيء هو عمله وهو فعلا ما عملوش. لازم برضه نتجنب الكذب معاه، لأن الكذب هيديله إحساس بعدم الأمان مع الشخص ده، سواء كان الشخص ده زوج أو صديق بيتعامل مع شخص رومانسي. لازم نتجنب تماما الكذب معاه في أي حوار، وزي ما اتفقنا عدم الإهانة أو الإساءة له، سواء قدام الآخرين أو بينك وبينه، لأن فعلا ده هيكون له أثر سيء جدا عليه. لازم التعامل معاه يكون بهدوء، لو هو حتى أخطأ لازم تعرفه بخطأه بأسلوب لين حنين من غير ما تجرح مشاعره، زي ما قلنا قبل كده انه شايف ان الحياة حياة مثالية، او ان احنا لازم نغير الحياة للافضل عشان يبقى عالم مثالي كلنا نعيش فيه بمثالية. فاحنا عشان نتعامل معاه نحاول نغير وجهة نظره دي طبعا بأسلوب كويس، ان هي لو ما اتغيرتش هو هيتصدم مع اي موقف صغير في الحياة. من الحاجات المهمة بالنسبة للشخص العاطفي برضه، لانه حساس جدا ما بيواجهش الاخرين بأخطائهم، فاحنا لازم نحاول نساعده يعبر للاخرين لو حد غلط انه لازم يعبر ليهم، لان هو في الاساس بيكتم جواه، بتزود حزنه الداخلي، فلازم نساعده ونخليه يعبر عن مشاعره للناس التانيين اللي بيغلطوا فيه، فدي هتبقى مساعده كويسه جدا لاي شخص رومانسي. لازم نعبر للشخص الرومانسي عن احساسنا بيه، ان احنا ممكن زي ما قلنا في بدايه الحوار انه ممكن يبكي في مواقف انت مش شايفها تستدعي البكاء، بس انت لازم تعبر له عن مدى تفهمك للموقف اللي هو بيبكي منه، زي مشهد في فيلم مثلا، ممكن يكون المشهد مؤثر بس لا يستدعي البكاء، بس لقيته بيبكي حاول انك تتفاعل معاه، ما تحسسوش ايه الهبل اللي انت بتعمله ده، لا لازم تحسسه ان هو شخص عاطفي والموقف يستدعي اللي هو عمله. لازم نعبر له عن احترامنا، لازم نعبر له برضه عن اهتمامنا بيه. الاهتمام بيه ومدى الاحترام فعلا بيرفع روحه المعنويه، بيكون له اثر ايجابي عليه. اما في بعض النصائح للشخصيه الرومانسيه انه لازم يلقي نظره على مشاعره ويسال نفسه هل يجب ان انا اتخلص من المشاعر دي ولا لا، لازم هو يحكم نفسه، لازم ينظم مشاعره كويس، ما يفكرش ابدا انه يكبتها، لازم يحدد مشاعره في كل لحظه، ولازم يتقبل هذه المشاعر خصوصا السيء من المشاعر دي. لازم يعرف برضه الوقت المناسب انه يعبر عن مشاعره، ولازم يدي لنفسه مساحه للتعبير عن المشاعر دي، ما ينفعش انه يكبت مشاعره، كبت المشاعر هيحسسه بالام وقلق وتوتر ممكن يظهر قدام الناس، لازم يحاول يفهم نفسه. ودي نصائح للشخصيه الرومانسيه عشان يعرف يتعامل مع الناس، ما يحصلش توتر او قلق او تبدا بعض مواقف بسيطه في الحياه او حتى كبيره ان هي تاثر فيه وفي شخصيته بتخليه ينعزل عن الناس. لازم يبعد تماما عن العزله، او ان شريكه او حتى صاحبه يحاول يخرجه من العزله دي، يساعده ما يفرضش نفسه طبعا عليه، بس لازم يساعده، لازم يفهم مشاعره. شكرا، السلام عليكم.